والآن المتابعة لأخبار الأحوال الجوية. الأحوال الجوية نعود فيها من جديد إليك ليلى، شكرا لكما، ومتابعة أخيرة لأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وفي جنوب البلاد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الألحان. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة والعظمى فيها 25، الصغرى 14، الإسكندرية 24-15، مطروح 22-13، بورسعيد 24-16، الإسماعيلية 25-14. نتحول إلى السويس 24-13، العريش 24-14، طابة 22-15، شرم الشيخ 24-18، الغردقة 26-14. الأقصر 26-13، أسوان 27-14، الوادي الجديد 27-8، شلاتين 28-19، وأخيرا حلايب 25-19. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.